اخبار اليوم قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه يرافقه الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي وكبار رجال الدوله الجنازه العسكريه التي اقيمت اليوم للواء اركان حرب امين حسين احمد ابراهيم مساعد وزير الدفاع وقام الرئيس السيسي بتقديم العزاء لاسره الفقيد الذي لبى نداء ربه بعد مسيره حافله بالعمل والعطاء داخل القوات المسلحه حضر مراسم الجنازه الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وكبار قاده القوات المسلحه